مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية. مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ COP26 ينطلق غدا بغلاسغو الاسكتلندية، ومساهمة فاعلة للمملكة المغربية في المجهودات الدولية من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة ودعم التكنولوجيات النظيفة. المؤشرات الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 تستمر في الانخفاض ببلادنا، بالمقابل الحملة الوطنية للتلقيح تسجل تقدما كبيرا على مستوى الجرعات 3 في سباق ضد الزمن لبلوغ مرحلة المناعة الجماعية. المغرب يبسم على حضور متميز ضمن فعاليات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 بالإمارات العربية المتحدة، وزوار المعرض يكتشفون ما تزخر به المملكة من فرص للتنمية والابتكار. إشكالية بيئية حقيقية تطرح على مستوى جماعة ترمية ضواحي ورزازات، مطرح غير منظم للنفايات في حاجة إلى تأهيل حماية للمنظومة البيئية بالمنطقة. أهلا بكم، البداية ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السيد عبد الإله بن كيران، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. وهنأ جلالته السيد بن كيران على الثقة التي حظي بها من قبل مؤتمره الوطني الاستثنائي، والتي تجسد التقدير الذي يكنه له مناضلات ومناضلو الحزب اعتبارا لمساره الحزبي المتميز ولما هو مشهود له به من خصال إنسانية ومؤهلات سياسية، وما هو معهود فيه من روح المسؤولية والتشبت بمقدسات الأمة. يترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة 26 لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 التي ستحتضنها مدينة غلاسغو باسكتلندا في الفترة الممتدة ما بين فاتح وثاني عشر نوفمبر. هذا المؤتمر سيشكل مناسبة لعرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي بشرها المغرب بنجاح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة وتشجيع الانتقال الطاقي ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمملكة في المجهودات الدولية في هذا المجال وفقا للالتزامات الدولية للمملكة. وعلى مدى 3 عقود الأخيرة انخراط والتزام كبير للمملكة في إيجاد حلول للتحديات المفروضة بفعل التغيرات المناخية، رؤية استراتيجية وتدابير ملموسة ومخططات وطنية جعلت من المملكة نموذجا في مجال النجاعة الطاقية. تقرير محسن قيس. استراتيجية شاملة، خطط طموحة ومشاريع وزنة، هكذا انخرط المغرب واستجاب للتحديات العالمية المفروضة بفعل التغيرات المناخية. خارطة طريق خضراء مكنت خلال العقود 3 الأخيرة بمباشرة إصلاحات متتالية هدفها الارتقاء بمختلف الجوانب البيئية. عمل متواصل استمد قوته من ترسانة قانونية تدعم هذه الرؤية التي تروم الوصول إلى نجاعة طاقية، آخرها ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، لتتوالى معها الإنجازات عبر تنزيل خطط طموحة من قبيل مخطط الطاقة الريحية والمخطط الشمسي، مكنت مع توالي السنوات من إنشاء مركبات شمسية كبرى في جميع أرجاء المملكة لا سيما في صحرائها، والتي بوسعها تزويد مدن بأكملها بالكهرباء. وتمت مصاحبة هذه المخططات ببرامج شاملة كالبرنامج الوطني للهواء، والذي يتوخى على الخصوص مواصلة جهود الوقاية والتقليص من الانبعاثات الجوية، إلى جانب برنامج وطني للنفايات المنزلية وبرنامج لتثمين النفايات وبرنامج آخر للتطهير السائل. ولعل المرتكز الأساسي هو تنفيذ أسس الاقتصاد الأخضر والشامل في أفق سنة 2030 عبر العديد من الرهانات، بما في ذلك تعزيز حكامة التنمية المستدامة، نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، تحسين إدارة وتثمين الموارد الطبيعية، كل ذلك في احترام للتناغم من حيث التصور والتنفيذ مع الممارسات الدولية الفضلى. جهود مكنت المغرب من نيل اعتراف دولي
وتنظيم لمؤتمر كوب 22 سنة 2016، انبثاق لشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي بهدف رئيسي يتمثل في تحفيز عمل مجموع الدول والفاعلين في مجال تغير المناخ ودعم تنفيذ اتفاق باريس. لا ننسى كذلك الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في سبيل تعزيز ريادة المملكة كبلد ملتزم تجاه المجتمع الدولي بمكافحة التغير المناخ. زخم وعمل متواصل يؤكد حرص بلادنا الحفاظ على مكتسباتها في مجال التحول الطاقي والإيكولوجي. والأنظار اتجهت اليوم صوب غلاسكو والتي تحتضن أشغال مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 26. المؤتمر سيتواصل على مدى أسبوعين، فبعد قرابة 3 عقود من بدء تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يلتئم الموقعون عليها من أجل التداول حول الحاجة الملحة للتكيف مع التغيرات المناخية. زكية بالقص. رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ أكد خلال حفل الافتتاح أن المؤتمر محطة حاسمة لمستقبل البشرية. الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ وبنبرة تفاؤلية دعت الدول إلى تكثيف الجهود لأجل عالم أفضل. نعلم أننا ما زلنا بعيدين عن هدف درجة ونصف الدرجة المئوية، ومع ذلك يخبرنا العلماء أنه بإمكاننا تحقيق الهدف. لماذا؟ أنا متفائلة، أعتقد أن هذا التحول يمكن أن يحدث. ممثل أكثر من 190 دولة يشاركون في قمة المناخ كوب 26 والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى الصفر الكربوني مع حلول منتصف القرن الحالي وتحيين برامج التكيف لحماية المجتمعات وتوفير التمويلات اللازمة لذلك. وعبر العالم تغير المناخ أصبح واقعا وجب التكيف مع عواقبه لحماية كوكب الأرض. ارتفاع الانبعاثات وتسارع وتيرة الاحتباس الحراري كلها أسباب تفاقم من الوضع البيئي. تقرير ياسر العمراني وحياة فخري. إشكالية المناخ هي قضية حاسمة في العصر الحالي، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق، تنطلق من تغير أنماط المناخ التي تهدد الإنتاج الغذائي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية. التكيف مع هذه التأثيرات لن يتم دون اتخاذ إجراءات جذرية تخفف من الأضرار السلبية المتوقعة. والمتوقع أن يصل الاحترار العالمي إلى 1.5 درجات مئوية قرابة العام 2030، وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بعد ذلك في تجاوز هذه العتبة بحلول العام 2050. الاحتباس الحراري أو احترار العالم هو نتيجة لارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب ازدياد كميات الغازات الدفيئة مثل ثنائي أكسيد الكربون. تقارير عدة تؤكد على دور الإنسان ونشاطاته في هذه الظاهرة، هي التقارير نفسها التي تعدد المخاطر البيئية التي تنطوي عليها هذه الظاهرة. في ظل تسارع وتيرة ذوبان القمم الجليدية، قدرات المحيطات تراجعت. من المنتظر أن يرتفع مستوى سطح البحر إلى 1 متر بحلول العام 2100. قدرة الغابات والتربة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث من النشاطات البشرية من المرجح أن تتراجع هي الأخرى مع استمرار الانبعاثات، وهو أمر يهدد الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس المناخي إلى مستويات مقبولة. لتدارك ما خلفته التغيرات المناخية من آثار سلبية على كوكب الأرض، قوانين أممية ومؤتمرات دولية تضع في صلب اهتماماتها إشكالية تغير المناخ، جهود هي نافذة الأمل للعالم أجمع للخروج من دائرة الخطر البيئي. تعزيز إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19 وتوفيره للدول النامية مع اعتماد معايير مشتركة ضد الفيروس من بين القضايا التي ركزت عليها قمة مجموعة 20 التي اختتمت أشغالها بروما على خيبة أمل حسب إعلان الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش بعد الإجماع غير الواضح للاقتصادات الكبرى في العالم في مجال مكافحة الاحترار المناخي. عودة إلى زكية بالقاس.
زعماء مجموعة العشرين اختتموا أشغالهم في روما بتعهد على التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، وكذا اعتماد معايير مشتركة ضد كوفيد 19 لضمان التنقل السلس بين البلدان. من الواضح أنه في حالة تلقيح الكثير من الأشخاص لم يعد بالإمكان اعتماد نفس الإجراءات التي كنا نعمل بها السنة الفارطة وتحديدا عمليات الإغلاق. قمة العشرين دعت أيضا في بيانها الختامي إلى التحرك لأجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض باتخاذ إجراءات هادفة وفعالة والتزام كافة الدول بها. جميع دول مجموعة العشرين التزمت بخفض الانبعاثات بحلول منتصف القرن، ونحن نقترب كثيرا من هدف الوصول إلى 100 مليار دولار لتمويل المناخ ودعم البلدان المعرضة للخطر. قادت مجموعة العشرين التزموا كذلك بالتوقف عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم في متم السنة الجارية، سعيا منهم للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. في تطور الوضع الوبائي ببلادنا، سجلت خلال 24 ساعة الماضية 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 حالة شفاء، فيما سجلت حالة وفاة واحدة كرقم لم يسجل منذ أسابيع طويلة. بالنسبة لعملية التلقيح، 1,394,800 شخصين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22,041,110 أشخاص، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24,198,013 شخصاً. وتستمر المؤشرات الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 في الانخفاض ببلادنا، سجلت أعداد الإصابات بالفيروس تراجعا في العديد من جهات المملكة. بالمقابل تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح على مستوى الجرعات الثلاث في سباق ضد الزمن لبلوغ مرحلة المناعة الجماعية. تقرير رضا عمو. الحالة الوبائية تعرف تحسنا في مؤشراتها أسبوعا بعد آخر، ذلك يترجم الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح مع التسريع من وتيرتها، حيث بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة حوالي 1,400,000، الجرعة الثانية حوالي 22 مليون، فيما وصل عدد الملقحين من الجرعة الأولى حوالي 25 مليون ألف شخص، فيما تراجع عدد الحالات الحرجة بنحو 50% خلال الأسبوعين الماضيين، تراجع انعكس إيجابا على مستوى ملء الأسرة الاستشفائية المخصصة للحالات الحرجة، والذي مر من 12% إلى 6.6%. ورغم التحسن في المؤشرات الوبائية، يبقى الحرص والاستمرار في احترام التدابير الوقائية وكذا الانخراط السريع والواسع في الحملة الوطنية للتلقيح من بين السبل الناجعة لبلوغ المناعة الجماعية والعودة للحياة الطبيعية. وبهدف تقوية المناعة الجماعية، ينصح الأطباء المختصون في التطعيم بجرعة ثالثة معززة. عملية التلقيح ببلادنا ماضية في تحقيق أهدافها، حيث بلغت نسبة الملقحين 77% مع تسجيل انخراط ووعي المواطنين بأهمية التلقيح. ياسين بن جلون ومحمد تونين. هي خطوة وصفها البعض بمثابة مرحلة تحصين جديدة ضمن سياسات احتواء جائحة كورونا ببلادنا. وزارة الصحة اعتمدت إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئة كبيرة من المواطنين. ترخيص يأتي بينما يشهد المغرب تذبذبا في عدد الإصابات بشكل يومي، حيث بلغت عدد الإصابات اليومية إلى ما يقرب 240 حالة إصابة، جلهم ممن لم يتلقوا اللقاح. هذا ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها في حث المترددين والرافدين أخذه، في حين يقبل عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتلقي جرعاتهم المعززة. هذا واجب وطني خصنا جميع المغاربة يقوموا به، وحماية البلاد وحماية الاقتصاد ديالنا، وبلاش بلادنا إن شاء الله تكون من أرقى الدول مستقبلا إن شاء الله. ونطلب الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء هذا، وكنصح جميع المغاربة باش يجيو يتلقحوا، هذا شيء فيه الخير للجميع. هذا درت الأولى ودرت الثانية، قالت لي الثالثة جيت اليوم عملتها.
المسائل بخير وعلى خير، داك شي داز من أحسن ما يرى. بالنسبة سيفطوا لي سميتو ميساج، المهم ليش وصلت النوبة جي درسها، لا الحمد لله دازت بسلام، ما كاين حتى مشكل الحمد لله. اللي ندير الزرعة الثالثة، الأولى درت الأولى ما كاين حتى مشكل، الثانية ما كاين حتى شي مشكل، الثالثة حنا جايين نديرو نتمنى الله بخير. وهكذا وبعد ما يقارب العامين على ظهور كورونا وحصده أكثر من 4 ملايين وفاة عبر العالم، ها هو اليوم يلقي بظلال من المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومعها ازدياد شراسة الفيروس، لكن الخطر الأكبر يكمن في تردد البعض وامتناعهم عن أخذ اللقاح بجرعاته الثلاث كما توصي السلطات الصحية. للحديث بتفصيل عن هذا الموضوع نستضيف البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة الوطنية الاستشارية للقاح ومدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. مرحبا بكم بروفيسور. شكرا على الأخت على الاستضافة. مرحبا. إذن فعالية حقنة ثالثة بروفيسور معززة لاكتساب المناعة ضد الفيروس مسألة محسومة علميا، هنا نتساءل عن آثارها الجانبية المحتملة على المديين المتوسط والبعيد، وهل من مستجدات علمية بخصوص مدة فعالية اللقاحات؟ اللي هو معروف على الصعيد العالمي والمعطيات العلمية أنه إلى حد الآن المعطيات تقول بأنه هاد الفعالية تدوم 1-6 شهور 3-8 شهور، وداك شي علاش كانت توصية للحقنة الثالثة. الآن المعطيات العلمية تتغير ممكن، والأبحاث لا زالت جارية، إذا المستقبل يقدر ينبئنا بشي خبر اللي غادي يجعل يعني الحقنات اللي تجي من بعد ممكن معطيات علمية تغير هاد. الآن على المدى القصير الفعال يعني نقدروا نقولوا هاد الحقنة عندها آثار جانبية اللي هي معروفة كيف أي دواء بسيطة. على المدى المتوسط والمدى الطويل احنا باقين الوقت قدامنا باش نعرفوا هاد الفعاليات فعلا. بروفيسور، احنا كنعيشوا على وقع تحسن المؤشرات الوبائية ببلادنا، يعني هل ما زالت مخاطر موجات وبائية جديدة قائمة خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بعدد من الدول الأوروبية، وهناك حديث كذلك عن متحورات جديدة؟ وفعلا احنا والحمد لله وهذا بفضل النجاعة ديال الاستراتيجية اللي اتخذتها يعني اللجنة اللي مكلفة بهذا الوباء. اليوم تتشوفوا بأنه الحمد لله تنسجلوا 185 حالة، ومنذ زمن طويل اليوم تنسجلوا حالة واحدة ديال الوفاة. فهذا كله تيدل بأنه كاين تحسن وكاين تراجع ديال الحالات في يعني في كثير من الأقاليم ديال المملكة. والآن نقدروا نقولوا على الأسبوع 10 بالتوالي عندنا أرقام خضراء. اللي كلها هي تجعلنا نكون متفائلين. أما هذا المعطى هكا، ولكن مازال ما نقدروا نقولوا راه خرجنا من هذا الوباء. الوباء باقي كاين والفيروس باقي كاين، وهذا يجعلنا باش ناخذوا اكثر تدابير ديال الحيطه والحذر، لانه تنعرفوا بزاف ديال الدول تتعيش الموجه الرابعه، وانتم تتشاهدوا اش واقع في روسيا، اش واقع في عده بلدان اللي يعني قالت بانه خرجت من هذا الوباء، والنقص من بعض التدابير جعلها تتعيش موجه رابعه وواحد العدد كبير ديال الناس المصابين. وحنا خصنا نزيدوا من هذه الحيطه والحذر، وبالخصوص في العمليه ديال تلقيح لجميع المغاربه. وفي هذا الاطار بروفيسور، جاوز تلقيح مقاربه احترازيه لم يتبناها المغرب لوحده، اعتمدت في كثير من التجارب الدوليه، يعني هل حققت كل الاهداف المسطره لها، والى اي حد ساهمت في تفادي مخاطر تاخر الفئات المستهدفه من اللقاح؟ في هذا الباب بالضبط بخصوص جواز اللقاح، انا غادي نبين نهضر من الناحيه العلميه. من الناحيه العلميه تتقول بانه اي فيروس كما كان الحل السبيل باش نتخلصوا منه هو يكون عنده لقاح.
هذا اللقاح هو اللي تيجعل باش هذاك الفيروس بلوتيرم بالفرنسيه تسمى ليغاديكاسيون. إذا بغينا نتخلصوا من الفيروس لازم الشخص، وهذا اللقاح هو وقائي ليس علاجي. العلاج تيكون بما يسمى بليزونتي فيرو لعقاقير. فاذا هذه الوسيله ديال هذا جواز التلقيح هو غير واحد وثيقه اللي تدل بانه الشخص راه هو محمي، وبانه الشخص يمكن يحمي البيئه اللي عايش فيها والخصوصيه ديالو. بغينا نوصلوا لواحد 80% ديال المغاربه اللي غادي يكونوا ملقحين، وهما اللي غادي يجعلونا تكون عندنا هذه المناعه الجماعيه. اذا باش نعرفوا هذا العدد، هذا الجواز ديال التلقيح تيجي في هذا الاطار. وهذا الجواز ديال التلقيح هي عمليه اللي خاصه بالدوله، والدوله بالطبع تتشوف بانه باش يمكننا نخرجوا من هذا الوباء لازمنا نحققوا المناعه الجماعيه. بهذا الخصوص بروفيسور، هناك مجموعه اسئله كيطرحوها المواطنين، غادي نتابعوها ومن بعد نرجعوا نواصلوا الحوار معكم. لنتابع. بغينا نعرفوا واش كورونا غتمشي بحالتها الا سرعنا اللقاح، ولا غادي تعيش معنا في هذه الحاله نحاولوا نتعايشوا معاها، وخصوصا انه غادي تظهر بعض المتحورات الجديده اللي ما غاديش ينفع معاها اللقاح. وبغينا نعرفوا الدول اللي بلغات نسبه كبيره من الملقحين واش رجعت فيها الحياه وتراجعت فيها كورونا. بغينا نعرفوا بالضبط الفئات الممنوعين من اللقاح. اللجنه العلميه صرحت على اساس ان المواطنين اللي عندهم مشاكل صحيه سواء على مستوى الحساسيه المفرطه او مشكله او انتفاخ في المسالك الهوائيه او القصبه الهوائيه ما يمكنلهمش انهم يتلقحوا. السؤال اللي تيطرح هنا، شنو هي الاليه ولا شنو هي الوثيقه اللي ممكن تحول لهم انهم يتلقحوا بمثابه جواز؟ كاين خبر حول يعني قرب انتهاء صلاحيه شي ستوك ديال اللقاحات. سؤالي، هل هذا الخبر يعني صحيح ام هو فقط مجرد اشاعات؟ واش النساء الحوامل يقدروا ياخذوا اي لقاح، ولا كاين شي لقاح محدد بالنسبه لهم؟ وحتى المراه الا خدات جوج جرعات وفات 6 شهور وهي مازال دابا حامله، واش حتى هي معنيه بالجرعه الثالثه؟ اذا نواصل معكم بروفيسور للتفاعل مع تساؤلات المواطنين بخصوص لقاح. نبداو بالتساؤل الوارد بخصوص النساء الحوامل بعد تلقي الحقنتين الاولى والثانيه بحوالي 6 اشهر، واش يمكن لهم ياخذوا الجرعه الثالثه؟ وفعلا كيف تشوفوا بالنسبه للنساء الحوامل والنساء المرضعات، كان في البدايه كان اللقاح ممنوع عليهم، ومن بعد كانوا دراسات اللي تبدات بانه هاد النساء يمكن لهم ياخذوا اللقاح، وفعلا تم الترخيص لهم باش ياخذوا الجرعه الاولى والثانيه. اذا الناس اللي خذوا الجرعه الاولى والثانيه يعني الشريط الاخير اللي كاين غير ما خصهمش ياخذوا الجرعه الثالثه قبل من 6 شهور. فإلى وصلت بعد 6 شهور ممكن ياخذوا حتى هما الجرعه. ولكن هي اللي هي اساسيه، اي شخص كما بغى يكون النوع ديالو لازم تكون استشاره طبيه ولازم يكون تتبع طبي. وبالخصوص في هذه الحالات، لانه المراه الحامله ولا اللي عندها مشاكل لازم تكون واحد الرعايه الطبيه اللي تسمح لها. كاين تساؤل بخصوص الفئات اللي ممنوعه من التلقيح بعد تحديد المعطيات الخاصه باللقاح. الفئات اللي هي معروفه ممنوعه من اللقاح هما كاينين الناس اللي عندهم مثلا اللي عندهم سرطان وعندهم واحد في لافاز ايغو ديال السرطان. كاينين الناس اللي عندهم ديزاليرجي على مكونات ديال اللقاح. كاينين الناس كذلك الاطفال اللي قل من 5 اللي قل من 12 سنه، وكاينين الناس اللي جاتهم واحد يعني تصابوا داخل يعني 6 اسابيع، فهاد وزيد على هكا الاشخاص اللي جاهم ما يسمى بلو شوك انافيلاكتيك. هاد الناس كلهم اللقاح بالطبع
وهذا الشيء باقي تنعاود ناكد عليها بانه بواحد الرعايه الطبيه وتتبع طبي هما اللي تياخذوا القرار الاخير. مواطن كيتسائل على فعاليه تسريع وتيره التلقيح لكبح جماح الجائحه ام ان الفيروس بالمتحورات الجديده ديالو ما غينفعش معها اللقاح، وفي نفس الوقت كيتسائل عن ما اذا كانت الدول اللي لقحت اكبر نسبه من المواطنين واش بدات الحياه كترجع للطبيعه ديالها. وفعلا يعني اللي هو خطير واللي خصنا نتفاداو هي ما ناخذوش اللقاح، لانه الحال تنقولها مره اخرى اللقاح هو الحل السبيل باش يعني يمكننا نتخلصوا من هذا يعني الوباء ومن الفيروس. الان باش ما اللي ذاك الناس اللي ما خذوش اللقاح تعتبروا كخزان الفيروس، وهذاك الفيروس عند هاد الناس تيمكن ليه يتكاثر وتيمكن ليه من خلال التكاثر ديالو يتغير، وهذاك التغيير التكاثر ديالو هو اللي تينتج متحورين. اذا لامكانيات الناس اللي ما خداوش اللقاح كاينه امكانيات لانتاج متحور، هذه ما لا. مثلا بالنسبه للبلدان اللي عندهم 80% الفوق ديال اللقاح ديال المناعه الجماعيه، وحنا الحمد لله في المغرب راه غاديين في الاتجاه الصحيح لانه تقريبا في 72% ما بقاش لنا بزاف، فهذا كله مؤشر بانه غادي يمكننا نرجعوا للحياه العاديه ديالنا، ولا سيما من الناحيه الصحيه ولا حتى من الناحيه الاقتصاديه ان شاء الله. نعم. مواطنه كتسال انها سمعت باللي كاين شي مخزون من اللقاح قربت تنتهي الصلاحيه ديالو، واش هذا الامر مجرد اشاعه؟ اللي نقدر نقول لك بكل امانه وصدق، المواطن خصو يكون مرتاح، لانه كاين في بين ايادي اللي هي امنه، ولا يعقل بانه الوزاره الوصيه والناس اللي مكلفين لانه تيتابعوا بقرب جميع المعطيات، لا يمكن انه يكونوا جرع اللي انتهى الصلاحيه ديالها وتعطى للمواطنين. فكون على يقين بانه كاين عده لجان وعده متدخلين، وحتى واحد ما يقبلش على هذا، لانه حتى مهما تيكون اعتماد ديال اللقاح من ضمن الامور اللي تتدرس وتتشاف هي المده الصلاحيه ولا بيرومبسيون اللي تتقال ديال اللقاح. فحذاري مره اخرى من هذه الاخبار الزائفه والاشاعات. بروفيسور، تابعنا ايضا تساؤل للمواطن حول الناس اللي عندهم حساسيه من البنسلين وامراض انتفاخ المسالك الهوائيه، بما انهم ما غياخذوش اللقاح وما عندهمش جواز التلقيح، شنو المعمول في هذه الحاله؟ فما نساوش بانه كاينه واحد الهيئه، وهذه الهيئه هي ديال التتبع، وهذه الهيئه هي اللي تتعطي هذا الجواز التلقيح، وهي اللي تدرس هذه الحالات الخاصه. هو البنسلين عاده ما تتكونش داخله في اللقاح، فالبنسلين الى ما كاينش واحد المكون ديال البنسلين داخل اللقاح. ولكن مره اخرى تنقول هاد الناس كلهم اللي عندهم هاد الاعراض كاينه واحد الهيئه اللي تتكون تستقبلهم، وبالطبع بانه ديك الهيئه حيت تدرس وتتلقى هاد الحالات اللي هي تتمنعهم على اللقاح، راه بالطبع تتقوم بالاجراءات الخاصه مع الديليغاسيون باش تسلم لهم الوثائق اللي تحميهم. نعم. البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنه الوطنيه الاستشاريه، مدير مختبر علم الفيروسات بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء، نشكركم على كل هذه التوضيحات. شكرا. وجهتنا الآن دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تم أمس افتتاح الرسمي لجناح المملكة المغربية ضمن فعاليات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020. وتشارك المملكة بجناح يمكن الزوار الوافدين عليه من اكتشاف ما تزخر به بلادنا من إمكانيات طبيعية وبشرية. من دبي هذه مراسلة لمريم العفير وسمير بركة. في القلب النابض لإكسبو دبي 2020 يتربع الجناح المغربي الذي افتتح بشكل رسمي، حضور وازن لعدد من الشخصيات البارزة لاكتشاف تجربة سينوغرافية وتجارب فنية ملهمة على مساحة تقدر بنحو 3500 متر مربع. يعرض الجناح المستدام تجارب مبتكرة ألهمت الزوار من خلال طوابقه السبع وقاعته الثلاثة عشر.
رحلة إعادة اكتشاف المغرب تبدأ من هنا. مصعد بطاقة استيعابية تصل إلى 50 شخصا يؤدي مباشرة إلى الطابق السابع. هناك تبدأ الزيارة عبر منحدر متدرج حول فناء بطول 860 مترا، ووراء كل باب تجربة فريدة تزيد من إشعاع المغرب. هذا المعرض ديال إكسبو 2020 هو معرض استثنائي، هو كذلك محطة مهمة جدا باش تكون عندنا واحد فرصة باش نعرفوا أكثر على المغرب، ولكن أكثر من ذلك على الطموح ديالو والرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة نصره الله لمغرب مستدام، للمغرب للشباب. هذا الإكسبو العالمي فرصة للمغرب من أجل إبراز قدراته أمام دول العالم كي يعرف بثرائه وخبرته وتنوع مؤهلاته، وأعتقد أن الجناح المغربي يحقق جيدا هذا الهدف. آليات تفاعلية مرئية وصوتية استخدمت فيها أحدث التقنيات في مزج متجانس مع شعار الجناح تراث المستقبل من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة. هنا مثلا تروى حكاية شجرة الأرجان مغربية الأصل التي صنفتها اليونسكو تراثا ثقافيا لمادية للإنسانية. وهذه قاعة روابط تعرض خريطة تفاعلية بزاوية 180 درجة تأخذنا إلى عمق المغرب، المنصة الاقتصادية الدولية، دينامية وقوة جذب واستشراف للمستقبل. المغرب كيبين الإمكانيات ديالو على جذب المستثمرين، على تشغيل الشباب ديالو في الإبداع، على احترام ويكون في الريادة ديال التنمية المستدامة، وهذا الشيء كله كيظهر في هذا الجناح اللي عليه إقبال كبير. قابل سلفك رحلة أخرى تأخذنا هذه المرة عبر الزمن في لقاء مباشر مع جمجمة أقدم إنسان عاش في المغرب منذ ما يناهز 315 ألف سنة. ومن زمن القرون الغابرة نتعرف على مسارات مستكشفين مغاربة، مسارات ملهمة لكفاءات واعدة ترسم مستقبل المغرب الواعد. هذه فرصة للجهات في المغرب باش تجي تقدم أحسن ما عندها وتقدم فرص الاستثمار في إكسبو 2020. وانا دابا فرحان حتى المغرب نتاعنا مع هاد لو بافيون، مع هادشي اللي حنا اللي فيه في هاد لو بافيون كيحمر وجه لنا، وبحال اللي كنعرضوا على الناس من الدنيا كلها يجيو لعندنا للبلاد. مغرب معتز بجذوره وتراثه، وفي نفس الوقت مغرب عصري اقتصاده مرن ومنفتح. مغرب الرؤية المستقبلية المشرقة تعتمد فيها على الكفاءات وتقوده لتحقيقها قيم التنمية والاستدامة، وهذه هي فلسفة الجناح. تحتضن العاصمة النيجيرية أبوجا الندوة العلمية الدولية حول التراث الإفريقي بين الذاكرة والتاريخ، وضمن فعاليتها معرض يسلط الضوء على تراث المخطوطات بالمغرب ونيجيريا. من أبوجا نتابع مراسلة لعبد الحميد جبران وأمين عموري. نيجيريا بلد 100 مليون مسلم، مثال حي للتعلق الثقافي والروحي لإفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب. ولصبر أغوار هذا الارتباط لن نجد أفضل من المخطوطات. ومن خلال هذا المعرض المغربي بالعاصمة النيجيرية أبوجا يقف الزائر مذهولا أمام جمالية مخطوطات تختزل عظمة مملكة تجر وراءها إرث 12 قرنا من الحضارة والأمجاد. المغرب يحتفظ بأكبر عدد من المخطوطات الإفريقية، وهذا فخر لنا. تعرفون أن العلماء الأفارقة يهتمون بهذه العلوم الإسلامية، هي العلوم الأساسية في الثقافة العربية. هذه المخطوطات تتمن ما تقوم به خزانة الملكية، ومن خلالها خزائن المغرب في الحفاظ على هذا التراث. طبعا الفضل كله يرجع إلى صاحب الجلالة. هو معرض يعرض نماذج متميزة من التراث المغربي المحفوظ بالخزائن المغربية العامة والخاصة، الملكية والوطنية والقرويين وغير ذلك، وكذلك نعرض مخطوطات متعلقة بالمساهمين والنيجيري الذي جعل أنموذجا للتعبير عن التراث المخطوط بهذه المراكز. مصاحف القرآن الكريم مكتوبة يدويا ومخطوطات في علوم الدين والأدب والتاريخ، فضلا عن علوم الطب والهندسة والفلك
وغيرها من التخصصات، يقتفي من خلالها الزوار تاريخ الحضارة المغربية وارتباطها الوثيقة بعمقها الإفريقي. هذا المعرض يعطي تصورا واضحا حول غنى إفريقيا من حيث المخطوطات العربية الإسلامية من جهة، كما يعطي أيضا انطباعا بتكامل الثقافي بين المغرب ونيجيريا. التراث الأفريقي والنيجيري بالضبط هو امتداد للتراث المغربي، لأن كل ما في نيجيريا هنا من كتب في شتى العلوم، سواء العلوم المتعلقة بالفقه أو باللغة العربية أو بالحديث، كل ذلك قادم إلينا من المغرب. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه اللفتة من جلالة الملك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. المعرض يعتبر نقطة انطلاق لأعمال كبيرة في المستقبل للحفاظ على هذه الأمة، للحفاظ على تراث هذه الأمة. المخطوطات لكل الشعوب أثر للأجداد ورسالة للأحفاد، والتعريف بها وحمايتها حماية للموروث الثقافي والتاريخي، وسعي المغرب أن تظل هذه المخطوطات القيمة إرثا ثمينا ومفيدا لكل الأجيال. ببروكسل سلط خبراء دستوريون بارزون الضوء على التناوب الديمقراطي في المغرب الذي كرسه الاقتراع الثلاثي لثامين شتنبر، والذي جعل من المملكة نموذجا متفردا في المنطقة، إشادة بالنضج الديمقراطي وبدينامية المغربية عبر عنها هؤلاء الخبراء، والتي ستعزز الشراكة بين المغرب وباقي دول الاتحاد الأوروبي. خديجة زروال وحسن بهرتي. انتخابات الثامن من شتنبر ما زالت تخلف أصداء إيجابية على المستوى الدولي. خبراء دستوريون بلجيكيون يشيدون بنتائج الانتخابات وظروف إجرائها التي جعلت المغرب نموذجا في النضج الديمقراطي وفي واجهة اختياراته السياسية الاقتصادية والاجتماعية. التناوب تحقق، نتائج الانتخابات كانت جد مهمة، غيرت المشهد السياسي المغربي، وكل هذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. في نظري هناك إرادة قوية من طرف الشعب المغربي تنبني على مسلسل ديمقراطي، هذا هو انطباعي الأول عند سماع تدخلات المشاركين. الهدف ديال المحاضرة هو شرح مسألة التناوب السياسي، واللي كيعبر على نضج ديمقراطي، واللي كيأكد مرة أخرى أن بلادنا هي استثناء جهوي بامتياز. دبلوماسيون، أساتذة جامعيون، سياسيون وفاعلون اقتصاديون، إضافة إلى أفراد من الجالية المغربية، أثروا النقاش حول المشهد السياسي المغربي الجديد والدينامية الجديدة التي أطلقتها نتائج استحقاقات الثامن من شتنبر. اللقاء هو مبادرة جد هامة، لأنه يقدم مغرب القرن 21. مغرب تنظم فيه انتخابات وفيه تناوب ديمقراطي أفرزته صناديق الاقتراع، إنه مغرب الأوراش والإصلاحات الكبرى. اللقاح أتاح لنا التعرف عن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، وكيف يمكن تعزيز وتطوير هذه العلاقات سواء الثنائية أو مع باقي الدول الأوروبية. تدخل هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات تنظمها سفارة المغرب في بلجيكا للتعريف بالتطور والدينامية التي يشهدها المغرب على كافة المستويات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. في الأنشطة الحزبية، تم ببوزنقة خلال أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التصويت على أعضاء الأمانة العامة الجديدة للحزب وإرساء كهيكلة جديدة كفيلة برفع التحديات التي يواجهها الحزب خلال هذه المرحلة. خديجة الجملي ومحمد تونينا. أمانة عامة جديدة لحزب العدالة والتنمية صوت عليها المجلس الوطني للحزب باقتراح من الأمين العام الجديد السيد عبد الإله بن كيران، إضافة إلى انتخاب المدير العام للحزب والنائبين الأول والثاني للأمين العام للحزب. تكلم الناس على أساس أنه ربما ستكون نهاية العدالة والتنمية،
ولكن الإيمان الموجود في القلوب ديال أعضاء الحزب بهذه الفكرة، بهذه المقاربة، بهذا الحزب الذي يتبناها، جعل أنه يعني من ذكاء هذا الحزب بحث عن حل، ووجده الحمد لله في تغيير قيادته التي قامت بدورها مشكورة. الديمقراطية الداخلية للحزب مكنتنا جميعا ولله الحمد أن نجاز مرحلة ليست بسهلة، مرحلة صعبة. الآن تم انتخاب قيادة جديدة بالأمين العام جديد مع نوابه مع أعضاء الأمانة العامة. الحزب خرج من هذا المؤتمر وهو عازم على مواصلة مسار الإصلاح. مسار إصلاحي يعتمده حزب العدالة والتنمية عبر إعادة تنظيم هيكلته الداخلية. كما كيعرف الجميع الآن راه واحد المرحلة جديدة ديالو كيخصو البناء، وحنايا يعني هاد الأمانة العامة قدمها واحد تحدي كبير اللي خصنا نكونوا يعني حنا قد المرحلة. انطلاقة جديدة لحزب العدالة والتنمية يراهن عليها أعضاء الحزب لتجاوز آثار النتائج التي حصل عليها خلال الانتخابات الأخيرة. حزب جبهة القوى الديمقراطية نظم لقاء خصص لدراسة وتحليل مشروع قانون المالي 2022 في الجوانب المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل. حسناء بن جابي وفؤاد الحرش. جدول أعمال لقاء حزب جبهة القوى الديمقراطية تضمن العديد من النقط المرتبطة بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2022. نحن الآن بصدد تدارس التوجهات بالنظر إلى الإطار المرجعي وكذلك إلى الفرضيات التي بني عليها القانون المالية، وإضافة إلى ذلك نقدنا وتوضيح ما نراه مناسبا لكي تكون هذه التدابير مناسبة لتطلع المواطنين إلى الكرامة وإلى العيش الكريم. الحزب تدارس سبل تمويل المشاريع والإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المالي للحكومة، وهل عكست ميزانية 2022 أولوية الصحة والتعليم والتشغيل. تحيي اليوم دول العالم اليوم العالمي للمدن الذي يعد مناسبة لنشر المظاهر الحضرية عبر العالم وتعزيز المساهمة في التنمية الحضرية. الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذج للإرادة الحقيقية في بناء المدن وتطويرها، حيث نجح المغرب في إنشاء مدن كبرى بهذه الأقاليم، هي اليوم مراكز استقطاب اقتصادي ووجهة لأوراش واستثمارات هامة تعكس الوجه الحقيقي لتنمية المدن وتوسعها. تقرير خديجة الجملي. مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة مسيرة تنمية متواصلة ورحلة بناء ونماء استثنائية انطلقت من فراغ خلفه الاستعمار لتصل إلى إعمار حقيقي وتطور عمراني غير مسبوق، تجربة فريدة في بناء المدن وتنميتها وتخطيط وبرمجة توجهاتها وحركتها العمرانية. أقاليم حظيت وتحظى بالأولوية في التخطيط الاستراتيجي المستدام للمدن عبر إحداث الوحدات السكنية وتوفير البقع الأرضية والدفع بالتأهيل الحضري للأحياء وتعزيز هذه المدن بشبكة طرقية متطورة مع الاستثمار في خصوصية كل مدينة ومؤهلاتها لجعلها أكثر انفتاحا على فرص الاستثمار الوطني والأجنبي. توجه مكن من تأهيل مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة لاحتلال مكانة هامة في محيطها الإقليمي عبر تموقعها كمراكز استقطاب اقتصادي بمعدلات نمو مرتفعة. مدن مغربية تشهد إنجاز مشاريع كبرى اقتصاديا وطاقيا واجتماعيا تعزز تكامل هذه المدن مع باقي مدن وأقاليم المملكة من خلال تعزيز البنيات التحتية وتوفير وسائل النقل وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية مع تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة التي تشهد دينامية حقيقية وملموسة لها أثرها المباشر على حاضر هذه المدن ومستقبلها.
اليوم العالمي للمدن يخلد في ظل تنامي تحديات التوسع العمراني والاختلالات الناجمة عنها وتأثير التغيرات المناخية التي باتت تقتضي إبداع أنماط جديدة لمدن الغد. العاصمة الاقتصادية للمملكة باعتبارها واحدة من الحواضر العالمية تواجهها جملة من التحديات. ليلى عسلي ومحمد العروي. تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة تعيش على وقعها أكبر مدن المملكة. الدار البيضاء مدينة عملاقة تتمدد عمرانيا وتتطور ديموغرافيا، عوامل أخرى طرحت أمام مسارها في التنمية الحضرية تحديات تطمح الساكنة إلى رفعها وتحسينها. الواقع ديال المدينة اليوم يعاني من عدة، هناك عدة أوراش كبرى، ولكن هناك عدة إشكالات مرتبطة مثلا بالتدبير النفايات، مرتبطة بمسألة جودة الحياة داخل الأحياء ومجموعة من الأحياء الهامشية، مرتبطة كذلك بالصحة العامة، وحنا كنعرفوا بأن الدار البيضاء تعاني من التلوث المناخي. نحن نصب إلى وجود مدينة كما جاء في مجموعة من القوانين أنه تكون مدينة نموذجية، ومن حق الساكنة تمتع بمدينة أو من حق المدينة، والمدينة يعني أنها لها مرافق يعني في مستوى الجودة، مرافق لها حكمة جيدة، وبالتالي يعتبر الحق في المدينة حق من حق إنسان. برهانة أكبر تفتتح الدار البيضاء صفحة جديدة من تاريخ تدبيرها، أولوية التنمية البشرية المستدامة لهذه المدينة وحكامتها والنهوض بسياساتها ومرافقها وخدماتها الحضرية تستأثر أكثر فأكثر باهتمام ثلة من فعاليات المجتمع المدني والباحثين. عندنا مشاكل ديال النقل، عندنا مشاكل ديال التنقل، عندنا مشاكل ديال تطهير السائل وديال يعني كل ما له علاقه بالبيئه، لان كنشوفوا ان المشكل الكبير اللي عندنا ديال مطرح النفايات ديال المديونه خصو يتحل. كنشوفوا المدينه غدا وكتكبر، لي زانفراستركتور سون با ادابتي ا ليلارجيسمون ديال لاسييت ابيتابل في المدينه. هو سعي إلى تمكين هذه الحاضرة المليونية من الجمع بين التنمية المستدامة وظروف العيش الحديث، إلا أن الحفاظ على استدامة المدن يتطلب الاشتغال على عدة محاور من بينها نحافظ على الهوية ديال المدينة من ناحية الثقافة ديالها والحضارة ديالها أولا، يكون عندنا الكوتي سوسيال حاضر، يعني المواطن يكون كما أنه خصو يساهم في استدامة ديال المدينة من ناحية النظافة ديالها، من ناحية الواجهة العمرانية تكون أكثر جمالا وأكثر يعني أناقة، ولكن في نفس الوقت يكون الجانب الاجتماعي ديال المواطن حاضر بقوة، كذلك الجانب الإيكولوجي كيفاش هذه المدينة هذه تنظر لها الفاعل الترابي. عاصمة المال والأعمال الدار البيضاء أهم قطب اقتصادي وعمراني بالمغرب، أصبحت اليوم في أماس الحاجة إلى اعتماد سياسة حضرية مستدامة تقربها من طموحات البيضاويين وتبوئها مكانة مرموقة وتزيد من إشعاعها باعتبارها إحدى الحواضر العالمية. نبقى بالدار البيضاء، وينضم إلينا مباشرة من هناك رئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور. مرحبا بكم سيد مستور، ونحن في إطار تخليد اليوم العالمي للمدن ومع انطلاق أشغال قمة المناخ كوب 26، ما هي التحديات المطروحة أمام مدننا للتوفيق ما بين البعد العمراني والتعميري والبعد المناخي والبيئي؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. للأسف الشديد ما كنش بودي أنني نتكلم على أننا فعلا في المغرب نجحنا أهل المدن ديالنا، أولا باش تكون في المستوى ديال الوظائف ديالها الإنسانية والوظائف ديالها في الإدماج الإنساني الاجتماعي والاقتصادي، وبعد ذلك تكون في مستوى النهوض بالأهداف ديال التنمية المستدامة ومواجهة التحديات، سواء كانت تحديات بيئية مناخية أو تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فمدينة بحال الدار البيضاء اليوم كتعيش مفارقات كبيرة ما بين الإمكانات ديالها الاقتصادية والطبيعية، الإمكانات ديالها البشرية والمعرفية، الإمكانات ديالها المالية، واللي كتحتل بهم الدار البيضاء الصدارة
في كل هذه المجالات. في نفس الوقت كنلقاو بان الضربده تحتل الصفوف الاخيره على مستوى المعايير ديال الادماج الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى يعني محاربه الفقر والهشاشه والاقصاء الاجتماعي، على مستوى الهدر المدرسي، على مستوى العطاله، على مستوى السكن اللائق، على مستوى المرافق الحضاريه والخدمات الحضاريه، على مستوى التجهيزات. رغم المجهود اللي تبذل من اجل النهوض بالبنيه التحتيه والتجهيزات في الدار البيضاء، ولكن اليوم الدار البيضاء كلما توسعت عمرانيا كلما كيتوسع معها للاسف الشديد الخصاص الاجتماعي، كيتوسع معها النقص الكبير في المرافق والخدمات العموميه الحضاريه. فللاسف الشديد مازال ما نقدروش نقولوا باننا نجحنا، وخاصه في مدينه الدار البيضاء. استاذ مستور، يعني في هذا الاطار، بما ان مدينه الدار البيضاء هي كبرى حواضر المملكه وقلبها النابض هنا اقتصاديا واجتماعيا، كيف يمكن ان تتحول العاصمه الاقتصاديه نحو مدينه ذكيه بمواصفات الحوادث الكبرى وتتجاوز مختلف التحديات؟ قبل ما نوصلوا للمدينة ذكية خصنا بعدا نأهلوا الدار البيضاء باش تكون مدينة إنسانية وتكون مدينة دامجة ومدمجة من ناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافيه، المكونات ديالها والمواطنات والمواطنين ديالها. المساله الاولى اللي محتاجه لها الدار البيضاء هو التاهيل القانوني المؤسساتي. ما بقاش مقبول اننا اليوم كندبروا اكبر حاضره في المغرب بنفس الاطار القانوني والتشريعي اللي كندبروا به جميع المدن وجميع يعني الجماعات في المغرب. اول حاجه مطالبه بها الحكومه يعني في الولايه المقبله هو اولا اخراج سياسه المدينه للوجود بالاليات ديالها المؤسساتيه والتشريعيه. المسألة الثانية هو إخراج قانون ديال المدينة اللي كيحدد أشنا هي المقومات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمدن وخاصة بمدينة الدار البيضاء. المسألة الثالثة هو اليوم يجب أن نوقف واحد التداخل وتضارب كبير في عدد ديال المؤسسات الفاعلة والمتدخلة في تدبير المدينة الدار البيضاء. تقريبا واحد حوالي 13 مؤسسة كتدبر مدينة الدار البيضاء ما بين سلطات محلية وقطاعات حكومية ومجالس منتخبة وشركات التنميه ووكاله الحضاره والوكاله الحضاريه وشركه التدبير المفوض بتضارب ديال الاختصاصات باعاده تكرار تكرار اختصاصات اللي هي ديال القطاعات الحكوميه. هذه المساله لابد نوقفها. ثم اخيرا انسجام البرنامج الدار البيضاء، اليوم فيها برنامج استعجالي اطلقه جلاله الملك، لابد ان تقع الالتقائيه واندماج ما بين البرنامج الاستعجالي والبرامج ديال القطاعات الحكوميه والبرامج التنمويه ديال الجامعات الترابيه. واليوم ميثاق لا تركيز اداري كيعطينا فرصه قويه جدا تمكين القطاعات الحكوميه والمديريات الوزاريه والتقائيه السياسه العموميه. نعم. لان النتيجه النهائيه خصها تظهر في جوده الحياه، نمط العيش، واساسا بالنهوض. نعم. بالمرافق والخدمات العموميه الحضاريه ديال احياء الدار البيضاء. رئيس منتدى المواطنه عبد العالي مستور، نشكركم على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشره من الدار البيضاء. من الدار البيضاء ننتقل الى نواحي ورزازات. مطرح للنفايات بجماعه ترميك يثير استياء السكان بسبب الروائح والأدخنة التي تنبعث منها. يطالب السكان اليوم إعادة تأهيل المطرح ومعالجة نفاياته بطريقة تراعي المعايير البيئية. روبورتاج سمير أسبان، أحمد الحمري، ووفاء الدكالي. سماء جماعة ترميكت نواحي ورزازات تكسوها الأدخنة، والسبب نفايات هذا المطرح التي تخضع لعملية الحرق. لا يبعد المطرح عن الأحياء السكنية سوى بكيلومترين. أضحى هذا المكان مصدر استياء بالنسبة للسكان الذين يشتكون من الروائح المنبعثة منه. احنا كساكنة ديال جماعة ترميكت جد متضررين من هذا المطرح، هذا لما يسببه من 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 مشاكل صحيه للساكنه، وكذلك الفرشه المائيه اللي كتعاني كذلك من هذا المطرح، وكذلك اننا كل ليله كيتعرض هذا المطرح للحرق كيكون واحد الدخان كثيف. تخاخن يوميا هذا الحريق اللي تيكون هو مضر بالصحه، لان الرائحه جد تفوق الرائحه اللي ممكن ان الواحد انه يستلطفها او لانه يتحملها. كذلك ان اللي كنطالبوا به هو التاهيل ديال هذا المطرح، هذا النفايات، التدبير الراشد لهذا المطرح. المطرح أضحى قبلة أيضا لرعاة الماشية التي تبحث بين أكوام النفايات عما تلتهمه. شيد هذا المطرح هنا قبل 4 سنوات، لكن السكان يطالبون بإعادة النظر
في طريقة التخلص من نفاياته. تتحقق النفايات يعطوا رائحة كريهة للمدينة كلها، هي ما بين ورزات المدينة ولا ترميكت، كلهم تتضروا، الناس تتضروا نفسيا والأمراض كثرت بالنسبة لك بلاصة دوك النفايا. الحرق ديال هذه الأزبال في الهواء الطلق فإنه كيهدد السلامة ديال الساكنة وكيعرضها للأمراض عندها علاقة بالجهاز التنفسي وكذلك أمراض الجلد. يستقبل هذا المطرح بترميكت حوالي 100 طن من النفايات يوميا، معظمها من جماعة ورزازات. استنشاق نسمات هواء صحي أكثر ما يأمله السكان هنا بعد أن صار الخطر يترصد صحتهم كما بيئتهم. ينتظرون اليوم مشروعا يعيد تأهيل هذا المطرح وفق المعايير الإيكولوجية. اللحظة الفقرة الرياضية يقدمها محمد أمين نوري. أهلا بك أمين. مساء الخير نادية. إذن جديد الرياضة أمين يأخذنا إلى الملاعب الوطنية. نعم، ومباراة الجولة الثامنة التي استؤنفت هذا اليوم، فريق الوداد البيضاوي عاد إلى الصدارة عقب فوزه الثمين على حساب ضيفه المغرب الفاسي، فيما نهضة بركان تمكن من تحقيق فوز عريض على ضيفه اتحاد طنجة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. التفاصيل مع محمد بن تركة. فريق نهضة بركان دخل مباشرة في صلب الموضوع عندما استضاف نادي البوغاز اتحاد طنجة. البوركينابي يوسف ضيوف افتتح باب التهديف عند الدقيقة الرابعة عبر ضربة رأسية أسكن زاوية 90. مباشرة اتحاد طنجة سيعادل النتيجة عبر عميد الفريق أحمد حمودان الذي تلقى كرة استدار معها مانحا هدف التعادل للزوار. المشهد الأول كان كتابا مفتوحا بين الفريقين، فقط كانت تنقصه لمسة الكاتب. ومع مطلع الشوط الثاني عاينا واحدا من أجمل وأروع أهداف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. إنه الإبداع إبراهيم البحراوي قام بتثبيت الكرة بالصدر ومن ثم تصويب لا تصد ولا ترد دخلت الزاوية 90 من شباك مرمى اتحاد طنجة، وهو الهدف الثاني، هدف يستحق الإعادة أكثر من مرة. 20 دقيقة بعد ذلك اللاعب الكونغولي في صفوف الفريق البرتغالي شادراك لوكومبو وأمام مرمى شبه فارغة يرفع الحصة لهدف ثالث. لاعب اتحاد طنجة خارت قواهم أصحاب الأرض والجمهور، وبعد مرتد هجومي سيرفعون الحصة لهدف رابع. حمل بصمة المتألق إبراهيم البحراوي الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له والرابع لفريق نهضة بركان الذي حقق فوزه الثانية بعد سلسلة من التعادلات، فيما علامة استفهام تحوم حول نتائج فريق اتحاد طنجة الذي تلقى الهزيمة الخامسة. ونتحول صوب المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، حيث حل فريق المغرب الفاسي ضيفا على نادي الوداد الرياضي. الشوط الأول شهد ندية وقوة بين الطرفين على المستطيل الأخضر دون تسجيل أي هدف. وفي الشوط الثاني حاول لاعب الوداد الاعتماد على التسديد لفك شفرة دفاع المغرب الفاسي، وكاد فريق المغرب الفاسي من افتتاح باب التهديف عبر تصويبة كادت أن تخدع حارس مرمى الوداد الرياضي رضا التقنوتي. فريق المغرب الفاسي خلق متاعب لدفاع الوداد الرياضي وكان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك لولا براعة حارس مرمى عارين الوداد الرياضي رضا التقنوتي. ورغم النقص العددي في صفوف الأحمر وعند الدقيقة 86 الكونغولي ابن برازافيل مبنزا وبعد ضربة رأسية أرضية فك طلاسيم هذا النزال الحارق مانحا فوزا و30 نقاط ثمينة للوداد الرياضي الذي ينفرد بصدارة الترتيب العام ب22 نقطة، فيما نرفع القبعة للاعبي نادي المغرب الفاسي. وبعيدا عن كرة القدم، انطلقت يوم أمس أشغال الجمع العام للجنة البارالمبية الإفريقية بالرباط بحضور رئيس اللجنة وممثلي اللجان الإفريقية من 40 بلدا. اختتام هذا الجمع العام مع سعيد أنيس وعبد العلي عياد.
التأمت أسرة اللجنة البارأولمبية الإفريقية بالرباط على امتداد يومين بحضور 40 دولة، المناسبة الجمع العام الذي يعتبر محطة أساسية للوقوف على أنشطة اللجنة الإفريقية على المستوى الإقليمي الدولي والأولمبي. كما تم تداول مجموعة من أوراق عمل قدمها بعض الأعضاء كحصيلة طوكيو، الطريق إلى باريس، تطوير الرياضة البارالمبية الإفريقية وسبل تألقها عالميا. بهذا الدعم اللي تتقدمه الدولة المغربية والتعاون مع الدول الإفريقية غادي نصب كذلك في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساهمة في تطويرها في القارة الإفريقية، باش نكونوا على مستوى العالمي كدولة عندها أبطال عندها مكانها. يجب على كل عضو في اللجنة من أن يتحمل مسؤوليته ويعمل قصارى جهده من أجل إدماج الأبطال في وضعية إعاقة في المجتمع. وبعد فتح باب النقاش في مضمون البرنامج المستقبلي والتأشير لأعضاء جدد الملتحقين باللجنة، انكب الجمع العام على تحديد المعالم الأساسية التي سيأخذها المكتب التنفيذي على عاتقه. تكون مهمة الدفاع على هذه الهيئة والعمل على تمثيلها في المحافل الدولية. كما تميزت هذه الدورة بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وبعض الضيوف الوازنين. This congress is very important because they will define the next 4 years. هذا المؤتمر جد مهم بالنسبة لنا لأنه سيكشف عن برنامج الأربع سنوات القادمة للجنة البارالمبية الإفريقية وعن مكتبها الجديد في أفق تنظيم الألعاب البارالمبية الإفريقية 23 و2000. خدمة الأبطال في وضعية صعبة وإدماجهم في المجتمعات يبقى الهدف الأسمى الذي تشتغل عليه اللجنة البارالمبية الإفريقية بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين في القارة الإفريقية حسب الميثاق الأولمبي. وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، نظمت جمعية ألب الأطلس الملتقى الدولي الخامس لتراي منطقة أقلمام أزكزا تحت شعار الرياضة في خدمة السياحة بهدف التعريف بالمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها أو التي يزخر بها إقليم خنيفرة. التفاصيل مع ابتسام أدريس وأحمد الفاضلي. أزيد من 300 عداء وعداء كانوا على موعد مع الملتقى الدولي الخامس لماراثون ترايزيان الدولي الذي يعد من أهم التظاهرات الرياضية على المستويين الإقليمي والوطني، وتزايد عدد المشاركين من دول العالم جعل منه محطة سنوية لإبراز المؤهلات الرياضية والسياحية التي يزخر بها إقليم خنيفرة تحت شعار الرياضة في خدمة السياحة. نتمنوا ان شاء الله في الدورات المقبله تكون مشاركه مكثفه باش المنطقه ديالنا تعرف اكثر وتعرف بالمؤهلات ديالها، وتنتمنوا ان شاء الله هذه جائحه كورونا تزول باش ترجع الرياضه لما كانت عليه سابقا ان شاء الله. مسار الماراثون ربط بين موقع أقلمام وعيون أم الربيع، إذ شهد إجراء 3 مسابقات 15 كيلومتر و9 كيلومترات، وأطولها كان سباق 42 كيلومتر، وكان فرصة للمشاركين للتعرف عن قرب بتضاريس المنطقة باعتبارها من أشهر المواقع الطبيعية والإيكولوجية والسياحية. استمتعنا بزاف بزاف بهذه المناظر اللي كنشوفوا تبارك الله، هذا الخير شجار الماء تبارك الله في لو باركور، شفنا بزاف ديال الحيوانات. سينون في لو باركور كان شويه صعيب ان بو، ولكن الحمد لله الحمد لله استطعنا باش اننا نوصلوا حنا الاولين. عجبنا الطريق بزاف وعجبتنا المنطقه والجماليه ديال التضاريس، رغم ان صعوبات التضاريس الحمد لله استطعت نفوز بالرتبه الاولى. تراي زيان الدولي كان وفيا لعشاق الرياضات الجبلية، إذ وفر كل ثوابل الإثارة والتشويق في تمازج مع سحر الطبيعة الخلابة التي تشتهر بها بلادنا. كانت متنوعة أمين، شكرا لك. شكرا. ونختم من مدينة بني ملال وندعوكم للتعرف على مبدعة وفاعلة جمعوية، هي أمينة الصبري الشاعرة التي جعلت من الحروف أداة للبوح والتعبير عن الأحلام والمشاعر الخفية. سارة كتير، أحمد حمري، وأمين بدو. كائن حالم، هكذا تصف أمينة الصبري نفسها،
شاعرة رقيقة أمينة الصباري من مواليد مدينة القصر الكبير، مستقرة منذ 20 سنة بمدينة بني ملال، تبدع شعرا ورواية، وحين تكتب فهي تحلم وتعرف كنها ذاتها. الكتابة هي حياة، الكتابة سفر، الكتابة قضية، الكتابة وجود، يعني أن توجد عبر الحروف. الكتابة هي ما سيبقى في نهاية المطاف، يعني الناس يرحلون، يذهبون، يندثرون، لكن نصوصهم تبقى. أصدرت أمينة الصباري ديوان رجعة الضلال سنة 2013 وديوان وشم بالشوكولا سنة 2015، لكن حلم كتابة الرواية بقي يراودها إلى أن أصدرت ليالي تماريت. في الحقيقة العنوان هو أكثر شيء سئلت عنه منذ صدور الرواية، ماذا تعني تماريت؟ وكان هذا الاختيار يعني مفكرا فيه، أولا لأن الرواية فيها احتفاء بالشعر والشعراء. وحتى وهي تنظم الشعر فأمينة الصباري لا تبتعد كثيرا عن هموم ومشاكل النساء، فهي فاعلة جمعوية نشطة بجهة بني ملال خنفرة. هو أي شعر تنتجه امرأة هو يعني في طياته هناك قضيتها، سواء تكون قضية ذاتية أو قضية ديال النساء وديال يعني فتيات، فهذه القضية هي يعني خفية في الموضوع. أشعار وكتابات أمينة الصباري احتفاء بالحب، بالزمن وبالأنوثة في تفاصيلها الدقيقة. السيدة التي تخرج من نفسها دون سوء كأفعى سئمت جلدتها، السيدة التي ترسم الكواكب على قشنة الكعكة وتنتظر الهلال، السيدة التي تزرع الأحلام وتحرث الأماني ولا تبالي، السيدة التي تكتب القصيدة في المطبخ وتنشرها على الموقد لتجف، السيدة التي تسمي الأشياء كل يوم لتتحايل على أعطاب الذاكرة. شاعرة ناقدة سينمائية وكاتبة، أمينة الصباري هي أيضا عضو بكورال نسوي بمدينة بني ملال، مهمته إحياء التراث الطربي الأصيل. قبل توديعكم نذكر بالعناوين. مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ كوب 26 ينطلق غدا بغلاسكو الاسكتلندية، ومساهمة فاعلة للمملكة المغربية في المجهودات الدولية من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة ودعم التكنولوجيات النظيفة. المؤشرات الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 تستمر في الانخفاض ببلادنا، بالمقابل الحملة الوطنية للتلقيح تسجل تقدما كبيرا على مستوى الجرعات الثلاث في سباق ضد الزمن لبلوغ مرحلة المناعة الجماعية. المغرب يبصم على حضور متميز ضمن فعاليات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 بالإمارات العربية المتحدة، وزوار المعرض يكتشفون ما تزخر به المملكة من فرص للتنمية والابتكار. إشكالية بيئية حقيقية تطرح على مستوى جماعة ترميك ضواحي ورزازات، مطرح غير منظم للنفايات في حاجة إلى تأهيل حماية للمنظومة البيئية بالمنطقة. نشكركم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.